تونا في المدينة القديمة بحلب الذي عاثت فيه العصابات الإرهابية المسلحة خرابا وتدميرا وحرقا، ها هو اليوم ينبض بالحياة، فيلتقي فيه المنتجون أصحاب المهن والورشات والصناعات الصغيرة من أهالي حلب ممن صمدوا صمود قلعتها في وجه الإرهاب. فكان معرض منتجين بنسخته الثانية لعام 2021. عندما نرى هؤلاء الشباب بإبداعات في القطاعات المختلفة والتوجه إلى تحقيق شعار الذي طرحه السيد الرئيس الأمل بالعمل، لهو خير دليل وترجمة من خلال هذا المعرض الذي يبرز فيه الحس الوطني لدى جميع السوريين عامة وفي حلب خاصة، بأننا سنعود للصناعة وللإنتاج ألقه كما سابقي عهدي في ظل تطورات جديدة توحي بمستقبل واعي. أصدرنا قرار بمنح سجل تجاري لكل من هو في منتجين اثنين بدون أي شرط، لا ملكية مكان ولا محل تجاري ولا شيء، وأيضا حماية علامات لكي يستطيعوا أن تكون لهم ماركاتهم. هؤلاء الشباب تحولوا لرمز حقيقي، رمز ومثل أعلى وقدوة لكل الشباب السوري بأنه بالإنتاج وبالاجتهاد تستطيع أن تتحول إلى صاحب علامة تجارية وصاحب مشروع ناجح وتتمكن من تحقيق مستقبل مهم لك ولعائلتك ولمدينتك ولبلدك. المشاركة كتير مهمة لحتى نرجع نورجي للعالم. المعرض بحد ذاته هو رسالة لحتى نفرجي إنه حلب ما بتموت، الصناعة بحلب كل ما لها بازدهار أكبر، لحتى نفرجي للناس إنه الحرفي الحلبي هو قادر يرجع يوقف على أجره ويرجع من أول جديد، والحرفة ما بتموت. بمشاركة نحو 258 منتجا من أصحاب المهن والورشات والصناعات الصغيرة توزعوا على 107 أجنحة لعرض منتجاتهم من المواد الغذائية والألبسة والجلديات والأعمال اليدوية والمفروشات والصناعات الهندسية وغيرها. نحن اليوم بمشاركتنا بمعرض منتجين 2021 عم نجسد القيم الأساسية اللي نحن بنشتغل عليها، وهي دعم مشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، واللي هي بتكون الدعم الأساسي لكثير من الأسر اليوم الموجودة بسوريا وبتدعم الاقتصاد الوطني بالوقت ذاته. نحن عم نشتغل في أحلك الظروف وبالظروف كتير صعبة، عم نقدر نطالع منتج صناعي في ظل الحصار وفي ظل الصعوبات يلي نحن عم نعانيها. قدرنا نطالع منتج نشارك بعدة مهرجانات، ولكن أهمها كنا منتظرين معرض منتجين بعد المعرض الأول اللي حقق كتير نجاح، اللي هو معرض منتجين واحد اللي خلانا نتحمس أكتر ونشتغل أكتر على الموضوع. أنا سعيدة بهذه المشاركة، أول مرة بشارك بمعرض منتجين ومبسوطة أنه تجربة جديدة، وإن شاء الله بتفتح لي أفاق جديدة للكل يتعرف علي ويتعرف على هالمنتجات. مشاركتنا هون حتى نوصل رسالة قوية لكل العالم أنه نحن هون، نحن بحلب ما طلعنا وعم نبلش، يعني ما في شيء رح يمنعنا، منتجين كنا وما زلنا منتجين. فرصة كتير كبيرة إن نحن المنتجين الصغار، لأنه ساعدتنا كتير أنه نعمل مشاريع، والمشروع أكيد نحن رح نطوره كل يوم عن يوم. إنتاج صغير ومشاريع صغيرة تكثر بالعمل، فيصبح معها الإنتاج قيمة سامية في زمن ما بعد الحرب. ولسان حال المنتجين يقول: من حلب هنا سوريا. هذا ويستمر المعرض حتى 20 من الشهر الحالي. قناة سما الفضائية، كنان علوش، حلب الشهباء.